كيف تعاملتم مع هذه الأجواء الصعبة ونحن نتحدث عن حجاج أغلبهم كبار في السن وصعوبة تنقلهم هناك؟ تفضل. الدور الرئيسي للتثقيف قبل ذهاب الحجاج إلى الديار المقدسة تكفلت أقسام العمليات وأقسام الصحة العامة بعقد ندوات تثقيفية وشرح لهذه الأمور. الشيء الثاني، بعثة الحج في كل بناية موجود فريق طبي متكامل. هذا الفريق الطبي دائما يعطي النصيحة. الشيء الآخر، اختيار التوقيتات للرجم واختيار التوقيتات للحركة واختيار التوقيتات للتجمعات، وبالتالي هذا التنسيق العالي بين الأطباء وبين رئاسة البعثة الطبية اللي هي يعني مثل ما تعرفون تكون البعثة الطبية رئاستها مستقلة ولكن تنسق مع هيئة الحج والعمرة، بالتالي يعطي نتائج. احنا دائما نقعد ويا الحجاج قربنا عنهم. العراق عنده تجربة قوية أزيد من المملكة العربية السعودية، زيارة الأربعين. زيارة الأربعين احنا عندنا 20 مليون زائر. الحاج اللي هالسنة كان أضخم موسم 2.8 مليون. اللي يتعامل ويا ال 20 مليون ويتعامل لمدة شهرين، مثل ما تعرف احنا نبدأ بالزيارة صح. زيارة الأربعين من رأس البيشة، رأس البيشة على الحدود الكويتية، نبدأ من يوم 15 محرم نبدأ احنا متواجدين بالشوارع ونوجه الناس وش نسوي، وتكون درجة الحرارة بالعراق 57. فالحجاج اللي رايحين هم ماخذين جرعة زايدة وماخذين اللقاح الشمسي القوية المتوفرة في العراق ومعها توجيهاتنا وتواجدنا، بالتالي أعتقد هذا جاب نتيجته.